لو الحكاية فيها إن فيتو سيسي عم الإخوان وعم ستة إبريل وعم اللي بيقولوا إيه كيف تحب العسكر هل يرسل حكم العسكر هو احنا عندنا عسكر يا مرتضى هو احنا عندنا عسكر احنا عندنا جيش مصر الحر يعني جيشنا يعني ابني ابن اخويا ابن عمي انتوا زي جماعة الاخوان بالظبط 6 ابريل زي جماعة الاخوان يا حبيب قلبي انا شفت حد معاهم في التحرير وعد وربنا بقول لك انا اللي نازلني ما اعرفش ما شفتش دي عشان ما انا ما اصلي معرفش لا ما دام ارمي بزور اشتمه لكن ارمي انه اخذ سيدي عمهم سيدي عمهم